يلا هذا السؤال جيم. يلا حي عبد الله، حي الله عبد الله. على الهادي، حيا الله آل هادي كلهم والله. أهلا وسهلا بفضيلة وفرسان قبيلة جحيش. هذا المهرجان ثقافي حضاري أخوي يساهم في تلاحم أبناء العشيرة والعشائر المنطقة، وهو له أهداف بعيدة وسامية، منها التقارب بين بقية العشائر والتآخي والمحبة والتسامح. فلذلك نحن الحمد لله صار أكثر من شهرين الناس عم تسعى الخيرين لإنجاح هذا المهرجان، وبجهود متضافرة من كافة الناس وعشيرة جحيش خاصة، وهناك مشاركات من دير الزور ومن الرقة، من عشائر العقيدات ومن عشائر الشرابيين وعشائر الطي وعشائر جبور وعشائر كل العشائر النسيج بالجزيرة السورية ساهمت بهذا المهرجان. تقريبا بحدود 150 حصان مشارك بهذا المهرجان، والجوائز في عدة جوائز، منها دروع ومنها جوائز للمركز الأول والثاني من كل شوط.